شهدت الساعات الأخيرة قبل خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى الخاص بعلاجها إجراء عدة تحاليل للتأكد من تحسن حالتها. وأوضح مصدر طبي اطلع على نتائج التحليلات التي قامت بإجرائها شيرين عبد الوهاب أن نتيجة التحاليل سلبية للمواد المخدرة ومنها الحشيش والترامادول والأفيون ومنبه الأمفيتامينات والكوكايين والمواد المهدئة. وحصل مصراوي على نسخة من تقرير المعمل التحليلي الذي أجري لها في الأول من نوفمبر الحالي، لكنه يتحفظ على نشرها لأسباب مهنية. وأوضح المصدر أن تحاليل إنزيمات الكبد ونسبة السكر وحالة البنكرياس كانت جيدة للغاية. ده بقى يسكت كل اللي قال إن هي كانت بتتعاطى مخدرات، وطبعا مش معقول المستشفى هتطلعها بعد 20 يوم فقط وهي بتتعاطى مخدرات. أكيد ما كانتش مخدرات وكانت فعلا حالتها النفسية هي اللي سيئة، وعشان كده المستشفى خرجتها بعد هذه المدة القصيرة، لأن من مصلحة المستشفى أصلا إن هي تقعد فيها لأنها هتدفع أكتر. وكان المحامي قال إن الشهر بحوالي 150,000 جنيه هناك في المستشفى. ربنا يكمل شفاها على خير، وهنشوف أسرار تانية حصلت مؤخرا عنها. في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب الجمعة 11/11/2022 في برنامجه الحكاية وإعلان عودتها لزوجها وكتب كتابها مجددا، أكدت النجمة المصرية أنها كويسة، وقالت: ما زلت أخضع لعلاجي النفسي الذي أخضع له منذ إنجابي لابنتي مريم وهنا. كانت أيامي في المستشفى صعبة لأني اتخذت على إخوانا. وأوضحت أنها لما صحيت تاني يوم في المستشفى قالت لنفسها: أنا قاعدة في مكان أمين جدا، كل اللي فيه بيحبوني وخايفين عليا، آكل أحسن أكل وأنام أحسن نومة، طب ليه ما استفادش بالفرصة ديت وأفضل في المستشفى والناس عملوا لي فحوصات طبية كاملة وادوني فيتامينات وكانوا مدلعيني وبقيت أحسن. وساعتها قال لها عمرو أديب: هو العريس جنبك؟ فقالت له: آه موجود. فأخد مكالمة برضو مع حسام حبيب، وفي أول تعليق لحسام حبيب على إعلان عودته لزوجته أكد إن المشكلة من البداية كانت على أمر بسيط وما يستحقش كل اللي حصل، وأعرب وهو يضحك عن سعادته بعودته لزوجته قائلا: هي اللي أقنعتني بالجواز. فقطعه عمرو أديب وقال له: كده شيرين هتزعل وهتبص لك بصتها بحاجب ونص كده. فهو يرد عليه ويقول له: هتأكلني علقة دلوقتي. فقال له: لا، خليك جامد، خليك راجل. وأضاف حسام حبيب: مشاكلنا كانت هبلة وعبيطة، وتدخل الناس هو اللي ضخم الموضوع، ومشاكلنا مثل أي بيت. وتحدثت أنا وشيرين قبل الرجوع إننا لابد أن نركز في حياتنا وأن نصلح من أنفسنا، وكل شخص منا يشرف الآخر، وحياتنا الشخصية مش هتظهر إلى العلن بعد الآن. وأنا بعذر اللي بيكرهوني لأنهم بيحبوا شيرين، وأنا كنت حزين على شيرين زيهم. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. بعد اعلان عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بشكل رسمي امس، نشر حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب تعليقا جديدا عبر الفيسبوك، وقال حسين حبيب: عندما لا تعرف ظروف الاخرين سد فمك. وكان حسين حبيب بارك امس الجمعة لحسام حبيب وشيرين وقال: ببارك لحسام وشيرين وبدعي لهم يجيبوا لي حفيد صغير افرح بيه. وجهت الاعلاميه نضال الاحمديه رسائل هجوميه قويه للفنانه شيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى، وقالت انها لم تستكمل علاجها واكدت انها تهربت من العلاج. وقالت نضال الاحمديه ان شيرين عبد الوهاب طيبه مع كل العالم حتى مع حسام حبيب، وأن لديها ذكاء فطريا ولديها صدق ومحبة لكل العالم ولا تكره أحدا. وأكدت نضال الأحمدية خلال حديثها أن شيرين من قبل
رفضت أن تقول كلام سيء عن حسام حبيب في أول حوار تم إجراؤه بعد أول طلاق لها، ولما تحدثت بكلام سيء طلبت بأن يتم مونتاج للكلام، وتم الموافقة على رغبتها مؤكدة أن شيرين خسرت كل جمهورها، ليس فقط ذلك بل خسرت أصدقائها أيضا. قالت: لن يبقى لك إلا مالك وجمالك، وأنت قيمة كبيرة. وأوضحت أن ما فعلته ضد شقيقها برفع دعوى قضائية ضده لا يجوز، وقالت إن ما فعله شقيقها غير مخطئ فيه وأنه يحاول إنقاذها، وطالبت شيرين بإعادة تدوير عقلها وإعادة نظر في حياتها من جديد. واختتمت رسالتها بقولها إنها لا تريد شيئا من شيرين ولا يوجد أي مصلحة بينهم، لكنها تحب شيرين لأنها صادقة. في مفاجأة جديدة قال مصطفى محمود قطب المحامي بالنقد أن الفنان حسام حبيب طلب منه إخراج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى عبر صديق مشترك يدعى حسام الشيخ، لأن المستشفى تعنتت ورفضت إخراجها بناء على طلب محاميها المستشار ياسر قنطوش. وأضاف قطب خلال مداخلة هاتفية مع تامر أمين مساء الثلاثاء أن حسام الشيخ هو من تواصل معه في البداية واتفق معه على إخراج شيرين من المستشفى مقابل أن يحصل على أتعاب ويعملوه ترند. وأوضح: رحت المستشفى والتقيت بطبيبين، وبعد المفاوضات قالوا ما عندناش مشكلة نخرج الفنانة شيرين، لكن أستاذ ياسر قنطوش ما بيردش علينا. فقلت لو حجتكم ياسر قنطوش 10 دقايق ويحضر، ولما كلمنا ياسر قنطوش ما صدقناش وقال أنا كنت هناك العصر ورفضوا إنهم يخرجوها. وتابع: قلت له بس تعالى. فانتظرنا ياسر قنطوش من 11 ل 2 الفجر، ورجع وقال إن الفنانة اتصلت وقالت وأبلغته أنا تعبانة وإنه يجي بكرة، لكنه حضر بعديها ب10 دقايق داخل المستشفى وخرج وقال المستشفى قالت مفيش مشكلة بالنسبة للخروج، بس الفنانة قالت أنا تعبانة وهخرج بكرة معاك. فحسام حبيب كلمه وطلب منه يعمل محاولة أخرى لكنه رفض وقال الدكتور متفق معايا هتخرج بكرة الساعة 1:30. وأكمل: بعد الموقف ده بكلمهم ففوجئت بأن محدش بيرد عليا، رحت للمستشفى قالوا لي إن ياسر قنطوش أخدها قبل الموعد المحدد، لكن أشك في هذا لأن الوحيد اللي كان قاعد قدام المستشفى في الشارع وعايزها تطلع النهاردة قبل بكرة هو حسام حبيب. ولفت القطب إلى أنه اضطر لنشر فيديو بيحكي الواقعة ديت لأنهم أخلوا باتفاقهم معاه ولم يحصل على أتعابه ولم يشكروه حتى على جهوده أو حتى يردوا على اتصالاته، ومعقبا قالوا لي إحنا هنعملك ترند النهاردة بخلاف الاتفاق المادي ووعود كتيرة، لكن ما ردوش علي على التليفون، قررت آخد حقي أدبيا وأظهر الحقيقة للناس. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. من ناحية أخرى كتب شقيق شيرين: تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب، وميمي فؤاد مدير أعمالك الراجل المحترم بقى المدعو ميمي، ده انت كنت من شهر منزلة صورة ليه كاتب عليها أجدع راجل في مصر. نفى ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول عودتها لطليقها حسام حبيب والإقامة معه في فيلته بالتجمع الخامس بعد خروجها من المستشفى الخميس الماضي.